شعب كردستان اتخذ قراره بإجراء الاستفتاء، وبالتأكيد نتوقع ردود أفعال من هذا الطرف أو ذاك، لكن توصلنا إلى قناعة بأن أيا كانت المجازفة وأيا كان الثمن هو أهون من الانتظار لمصير مجهول أسود. ربما نسمع مواقف متشددة، وهناك ربما مواقف أكثر تشدد أو أخف، لكن في النتيجة قناعتنا أن هذه الدول والمجتمع الدولي سيتعامل مع الأمر الواقع، كما حصل مع الفيدرالية، كما حصل مع انتخابات سنة 1992. بالنسبة إلى تركيا وتعتبر هذا الاستفتاء تهديداً لأمنها القومي، الحقيقة أنا لا أتفق مع هذا التصور، ولسنا تهديداً لأمنها القومي. وخلال 25 السنة الماضية أثبتنا لتركيا ولكل الجيران الآخرين بأننا عامل الأمن والاستقرار ولسنا عامل تهديد، وسنكون كذلك عامل استقرار وتفاهم وتعاون. هل يستمر تدفق النفط؟ دعينا ننتظر. مع إيران أيضا نفس الشيء، ليست لدينا أي نية ولا نرغب في أن يكون هناك أي تصعيد، لا مع تركيا ولا مع إيران ولا مع أي طرف آخر. سياستنا هو أن نعمل من أجل إقامة أفضل العلاقات مع هؤلاء، وأتمنى أن يتأكدوا بعد فترة أن الانفعال الذي رأيناه من هذه الأطراف لم يكن في محله. السؤال الثاني، الجزيرة. فعلا إلى حد ما كان الموقف الدولي مفاجئ، وموقف بغداد أيضا تغير بعد الموقف الدولي. الموقف الدولي في البداية كانوا يقولون بأننا نعتقد أن التوقيت غير مناسب، ولحد الآن لم نسمع من أحد أن يقول نحن ضد مبدأ الاستفتاء أو ضد حق شعب كردستان، لكن التصريحات أصبحت أكثر تشددا، لكن ليس هناك أي موقف يرفض أو يقف ضد مبدأ الاستفتاء أو ضد طموح شعب كردستان. موقف بغداد اشتد وخف مع الموقف الدولي. مع ذلك أقول مرة أخرى أن شعب كردستان اتخذ قراره، وعلى شعبنا أن يكون مستعدا لتحمل النتائج، وسوف نتحمل النتائج. لكن ليس من المعقول أبدا معاقبة شعب لمجرد أن يقول أنه يريد أن ينال استقلاله. طبعا يأتون إلينا كل هذه الدول نصف ساعة يمدحون بطولات البيشمركة، يمدحون بطولات شعب كردستان. طب جيد، إذن اسمحوا لهذا الشعب أن يقول، مجرد أن يقول نحن نريد الاستقلال. أين هي المبادئ الديمقراطية؟ أين حقوق الإنسان؟ أين مواثيق الأمم المتحدة؟ سؤالنا أيضا إلى هذا المجتمع الدولي هو هذا، اسمحوا لنا أن نعبر عن رأينا ولا تمدحونا. رودو بستوشش سبيني بستوشش رو استباب زاني چر رودا داد متزانم سبيني چر رودا سبيني اچي سبيني بستو پنج سبيني اچي نسر صندوقي دنگ دان دو سبيني بستوشش باب زاني بستوشش چر رودا داد انشالله هیچ رونه داد هیچ شتی که خراب رونه داد. پیام بو ایران و ترکیه گفتم، من یعنی خود تکراری نکنم، اما کلمه که هم هر لجوابی هم دو پرسیارش گفتم، اما حضر کن باشترین پیواندی ما نبی، اما دوستین، هر دستی دوستاتی دریجه کن، اگر اوانیش دوستاتی رفض کن، اما هر دوای دوستاتی ها کن، اما از ناکن تصعید ببی، لکرکوکیش امرو لکومونوی انجمنی بالای رفراندوم، همون او چکان پیکه و دکری. کی اما؟ Which canal? Kanal D, Turkey. D, Turkey yazmanı. Go ahead. Türkiye'den bazı açıklamalar geldi, siz de takip etmişsinizdir. Sınırda da bir askeri tatbikat var. Kapıların kapatılabileceği söyleniyor. Excuse siz me, ne düşünüyorsunuz?
Siz de takip etmişsinizdir. Türkiye sınırında askeri bir tatbikat var ve kapıların kapatılabileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Lami ve New York Times. Bu çi hükümeti Irak, Washington ve Halvest'e bilavan be persibu. Balam men sali 2015'da legal seruki Amerika, legal kudi Barayis Obama. Ama o zaman bas kirdu Halvest'i zor erini bu. و لگال همو مسئولین امریکیش او موضوع همان باز کرده و لون به پرسبو او هلوستی آن ورگو تو اخو اما یک دو هم هلوستی والا تان اسلامی اما زور به طبیعی وری دگرین او بلا اعلام بخویان چه بلین و ام والا تان او رنگ زور جاره اما شتی تر که گوی من لیابی او نیوی لی اعلام ده گوتری هلوستی یو این روژی 26 چنده بی دائما هلوستی یو این لهمو روداوکانی و هلویسته که و میانجیگری اکن یعنی دوری وساطه دبینن لحلول دگرن حوالا دن تصعید نبی من پیم و دوری یو این هر واده بی پرسیاری کردستان 24 اگر دوی رفراندوم اگر عراق آماده گفتگو نبوی من ماوی یک چواروان دبین اپلنو کنیم روژ 26 اگر عراق امشو یان سبای یان دو سبای رد فعلی که بشان دا لحالتی و دانده جار حکومتانیش مجبورن هنده شد کن بو رأی و هنده جاریش انفعالیش دکن اما نه انفعال دکن نه